نقدم نشرة أخبار 8:15 مع تحيات دعاء حمصي فرح جيتا مارون والمخرج جورج العلي. أبرز العناوين. صباح الخير، جلسة المساءلة بين أهل البيت، والحريري يستحضر أزمة اليونان. خوفي أنه نحن نوصل بمكان ما مثل ما صار باليونان. حزب الكتائب يحدد في توصيات مؤتمره العام التحديات في السلاح غير الشرعي وأزمة النزوح، ويدعو انطلاقا من المعارضة الوطنية. يوصي المؤتمر رئيس الحزب والمكتب السياسي بوضع خارطة طريق إنقاذية للبنان. الكهرباء في ضوء طلب تعديل القانون 288، وبول مرقص لصوت لبنان يتخوف. في إيلاء لوزارة الطاقة موضوع طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل، هذه أمور بيتخطوا فيها إدارة المناقصات. بومبيو يرى أن خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله حقيقي، ونصر الله يتهم في تكبير لهذا الموضوع، ويشعر الإنسان أحياناً أن هناك لبنانيين في واشنطن يعملون في هذا الاتجاه. انقلاب عسكري في السودان، وأنباء عن تنحي البشير. بذكرى انطلاقة المقاومة اللبنانية، حزب الكتائب بيدعيكم لأحياء يوم الشهيد وافتتاح متحف الاستقلال السبت 13 نيسان الساعة 4 بعد الظهر ببلاتيا جو. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. بما أن شعرك هو مرآة لجمالك وأنوثتك، احرص دوما على الاستمرار بتقويته وتغذيته بواسطة بايو هيرب من ماريناس، لأنه يحفز الدورة الدموية الدقيقة في منطقة فروة الرأس ويمد البصيلة بالغذاء المطلوب. ستحصلين على إنبات شعر جديد قوي ذو كثافة مميزة، وتودعين تساقط الشعر نهائيا، والحصول على أظافر قوية وصلبة وذات لمعية. بايو هيرب من ماريناس للرجال والنساء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. العبوة تكفي لمدة شهرين. للإستعلام 70 444 444. اللهم إني بلغت، هكذا صراحة أو بالمواربة قالها رئيس الحكومة سعد الحريري في استحضاره سيناريو اليونان الذي يستقبل لبنان رئيسها اليوم، ومخاطر أن يبلغه الوضع اللبناني. المؤشر الثاني الذي له دلالات هو إعلان رئيس الحكومة أن الموازنة تحتاج إلى أسابيع عدة تحضيراً لقرارات صعبة تحتاج إلى التوافق. وسط هذه المخاوف حضرت الحكومة للمساءلة، فكانت بين أهل البيت، لم يعكر مزاجها أي سؤال لا في التلوث ولا في التوظيف العشوائي، وجاءت النتيجة سليمة والجميع رابح. وإذا تتكئ الحكومة على خطة الكهرباء لتلميع صورتها، فإن هذه الخطة لم تصل بعد إلى بر الأمان في انتظار خضوعها للبحث في لجنة الطاقة قبل طرحها على الجلسة التشريعية الأربعاء المقبل. فهل ستمر الخطة كما تطلب الحكومة في مشروع قانون تمديد العمل بقانون 288 ثلاث سنوات، وما تحتويها من مخالفات تصيب دور إدارة المناقصات، أم ينتصر المجلس النيابي لدوره الرقابي ويفرض تعديلا؟ وسط هذه الأجواء وضع حزب الله لبنان في عين العاصفة الإقليمية بعد العقوبات الأمريكية على الحرس الثوري الإيراني الذي أكد نصر الله وقوفه إلى جانبه، ملوحا بوضع كل الخيارات على الطاولة وداعيا اللبنانيين إلى الاختيار بين إبقاء البلد في دائرة السلام أو الاستجابة لما يجرهم إلى الفتنة.
وفيما يضع نصر الله الأوراق اللبنانية في محور الممانعة والمقاومة، حذر حزب الكتائب في توصيات مؤتمره 31 من سياسة المحاور، داعيا إلى تطبيق مبدأ الحياد الإيجابي ومحذرا من تحدي السلاح غير الشرعي وأزمة النزوح. ونشير في بداية هذه النشرة إلى تطورات يشهدها السودان حملت مؤشرات إلى حصول انقلاب عسكري، وترددت أنباء عن تنحي الرئيس عمر البشير، وهي تطورات سنتابعها في سياق النشرة. المثال اليوناني حاضر في الساحة اللبنانية قلبا وقالبا، وقد يكون أفعل عندما سيستمع المسؤولون اللبنانيون اليوم إلى الرئيس اليوناني وجها لوجه في زيارته لبنان التي يبدأها اليوم لاستخلاص الصورة. هل يطابق لبنان في أزمته الاقتصادية والمالية ما شهدته اليونان؟ رئيس الحكومة سعد الحريري الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد جلسة المساءلة النيابية في حضور وزير المالية علي حسن خليل للبحث في تسريع إحالة مشروع الموازنة إلى المجلس، استحضر النموذج اليوناني محذرا من استمرار المزايدات وداعيا إلى قرارات صعبة. الأساس بهذا الموضوع هو أنك تجيب إجماع على الإصلاحات لحتى نكون كلنا خط واحد، لأنه أنا خوفي أنه نحن نوصل بمكان ما مثل ما صار باليونان. اللهم أنه نحن نبطل مزايدات على بعضنا ونقوم بإجراءات يعني مش كتير كبيرة ولكن شوية قاسية نتحمل سنة سنتين الأسابيع نحكيها بين الإقرار بمجلس الوزراء وإقرار مجلس النواب. موقف الحريري الذي أوحى بتأخير الموازنة لأسابيع عدة والمخاوف من سيناريو اليونان أوضحه عند بري، مشيرا إلى أن المقصود من مهلة أسابيع أنها تشمل الحكومة والمجلس معا. وفسرت مصادره ما قاله بشأن اليونان في مجلس النواب هو أنه إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة فمن شأن ذلك أن يجعلنا نواجه سيناريو اليونان. لكن في مطلق الأحوال ما قيل يلخص كل المخاوف، وترددت أنباء أن الإجراءات الموجعة في الموازنة قد تتناول جوانب مهمة من هيكليات إدارية ووزارية وتخفيض رواتب الموظفين إلى جانب رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. وإذ بدا لافتا وجود تململ نيابي إزاء خفض الرواتب، نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه قبل البحث في تخفيض مخصصات النواب ينبغي حصول معالجات فورية في أماكن أخرى، فهناك على سبيل المثال أشخاص يتقاضون أكثر من راتب من الدولة، وهذا أمر لا يجوز أن يبقى لأنه مخالف للقانون، إضافة إلى أن هناك رواتب في بعض القطاعات بين 10 و20 و30 و50 مليون ليرة شهريا، تضاف إليها امتيازات تفوق هذه الأرقام بكثير، فهذا أيضا يجب أن يعالج قبل الحديث عن تخفيض رواتب النواب. قراءة سياسية، ينضم إلينا عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله. صباح الخير دكتور عبد الله. صباح النور لك رب السبعين يكسبنا. السؤال الطبيعي اليوم، استحضار سيناريو اليونان على لسان رئيس الحكومة، هل هو من باب الحث أم من باب فعلا هناك مخاوف من الوصول إلى هذا الوضع؟ يعني المخاوف الحقيقية من الأزمة الاقتصادية المالية بتصور أصبحت معلومة للجميع. دولة الرئيس بتصور يمكن يحاول أن يحث المعنيين بالإسراع بإقرار الموازنة، وعلى الأقل الموافقة على البنود الإصلاحية في الموازنة إذا صح التعبير، إذا كانت التسمية سليمة، لأن لم نطلع حتى الآن على الموازنة أو مشروع الموازنة لنحكم عليها. ولكن هو أعلن البارحة في جلسة النواب أننا أمام سياسة تقصف. كل ما نأمل به أن يكون التقصف ليس فقط على محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، التقصف يجب أن يلحق الجميع وبنسب يعني معادلة إذا صح التعبير. طيب، عم ينحكى بخفض الرواتب للموظفين ورؤساء والنواب وكل يعني إعادة هيكلة بإدارات الدولة. ستنا يعني تعلمين أن التصويب الأساسي خاصة من بعض الأوساط كان نحو سلسلة بالرواتب، بينما تتم التعمية أحيانا عن قصد أو غير قصد عن ضعف الدولة في جبهة مواردها. هناك مليارات
مهدورة بسبب عدم الجبية. فإذا كان في في أهمية لتخفيض الإنفاق ومن ضمنها الرتب والرواتب خاصة العالية منها، يعني يجب أن يكون هناك دراسة متأنية ومدروسة لهذا الموضوع. أقله الرواتب المنخفضة أن لا يتم التطرق لها، بينما الرواتب المرتفعة وإذا كان بيعتبروا رواتب النواب والوزراء والرؤساء من ضمن هؤلاء يجب أن يكون هناك نسب، يعني هناك 500 وظيفة في الدولة اللبنانية يتقاضون رواتب أكثر من الرؤساء والوزراء والنواب. فلنبدأ جميعا. تعطينا مثال؟ فينا نأخذ مثال؟ ما بحب سهر أنا بهذا الموضوع، ولكن معروفين بأي مؤسسات. فهؤلاء يعني في 20 و30 مليون و40 مليون في 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 شيء مشرع بالقانون اسمه يعني مخصصات إضافية أو فوائد إضافية بجميع الأحوال. المهم هون يعني بتصور مطلوب وضع جدول دقيق إذا كان هناك من ضرورة لتخفيض حتى رواتب النواب. أنا حطيت موقف مبدئي ضد الشعبوية في هالموضوع، أوكي؟ يعني إذا مشكلة أزمة البلد فقط هؤلاء الرواتب ما في مشكلة، بس الأزمة أكبر من هاي. فإذا في ضرورة لتخفيض هذه الرواتب العالية، عم نحكي بين 6-7 ملايين وما فوق إذا اعتبرت عالية، ما في أي مانع، ولكن ضمن جدول نسبة. يعني على 5 ملايين هالقد، على 10 ملايين هالقد، على 15 مليون هالقد، وهلما جرى. بهذه الطريقة بتصور نكون عم نعمل شوية عدالة اجتماعية، على شرط أن يكون التركيز الأساسي كيف نجبي أموال الدولة المهدورة على اليمين واليسار. شكرا لعضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله. جلسة المساءلة النيابية تضمنت 13 سؤالا توزعت محاورها بين التوظيف العشوائي وأصول التوقيفات والتأخير في المحاكمات وترسيم الحدود مع سوريا ومشروع الموازنة العامة، إضافة إلى ملفات كثيرة طغت عليها المواضيع البيئية والكهربائية والتلوث. ومن خارج الأسئلة المكتوبة، سأل النائب نديم الجميل في مسألة رسم الحدود اللبنانية السورية، سأل رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل عن الخطوات التي سيقومون بها في موضوع مزارع شبعة وتلال كفرشوبة بعد القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وقال ماذا تفعل الحكومة في هذا المجال؟ وبصراحة رد الحريري، الحكومة لا تفعل شيئا، إن مزارع شبعة وتلال كفرشوبة هي لبنانية، تحددت أم لم تتحدد ونريد استرجاعها كما ورد في البيان الوزاري بكل الوسائل، فيما قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري مطالعة تاريخية عن المزارع الـ14 التي يملكها لبنان مسجلة بأسماء لبنانية منذ أيام الأتراك إلى الانتداب الفرنسي، مؤكدا على ضرورة إجراء محادثات بين لبنان وسوريا حولها. أما في شأن التوظيف العشوائي فقد علقه الرئيس بري لمزيد من الدرس، مشيرا إلى وجود ملفات تشير إلى توظيف 5000 شخص بمعزل عن العسكريين، في حين أكد الرئيس الحريري أن الموضوع شائك وهو لم يكن توظيفا انتخابيا أو سياسيا، مشيرا إلى أن كل القوى السياسية تدخلت ووظفت خصوصا في أوجيرو، متعهدا بإقفال باب التوظيف الاستثنائي في الموازنة المقبلة. وعلى سيرة إطلاق الوعود الدائمة، جاءت أجوبة الوزراء على أسئلة النواب. وزير البيئة فادي جريصاتي رد على سؤال النائبة بولا يعقوبيان بشأن تلوث الشاطئ وقال إن المشكلة في المطامر والكبات العشوائية، شارحا أن مطمري الكوستا برافا وبرج حمود لا مشكلة بيئية فيهما. وردت وزيرة الطاقة ندى البستاني في ملف الكهرباء وقالت إن معملي الذوق والجي واردان ضمن الخطة المحدثة وسيعملان على الغاز الطبيعي للحد من التلوث، إلا أن الغاز لن يتوافر قبل سنة 2021. الكهرباء والاتصالات بعد الفاصل. ايويها زوجيهم، فرحوا يا اهل الدار. ايويها كونكشن انترنت مثل النار. ايويها محطات تلفزيون اتش دي بتخليك تحتار. ايويها والعرس كله ب $35.
انترنت 100 جيجا اوبن سبيد واكثر من 150 محطه تي في ب $35 بس. اتصل هلا على 1282 واشترك باقوى عرض من اي دي ام وكيبل فيجن. تطبق الشروط والاحكام. معمول وحلو العيد بيصير اطيب على الاكيد مع سمنه وزبده جولدن بليت. سمنه وزبده جولدن بليت سره طعمته ونكهتها. جولدن بليت معمول العيد بالبيت بركة. عند لشاركوتية كيلو سمنة أصيل بس ب 5500 ليرة. جسر جل الديب نعمة أم نقمة؟ وهل النتيجة جاءت عكس المتوقع؟ ماذا عن المعاناة اليومية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع مدير النقل الحضري في مجلس الإنماء والإعمار إليل حلو، ومداخلة للخبير الاقتصادي والمالي الدكتور إيليا شوعي ومعنيين. الخميس بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. تعقد جلسة تشريعية الأربعاء المقبل، يفترض أن يوضع على جدول أعمالها مشروع قانون الحكومة لتعديل وتمديد القانون 288 المتعلق بعمل هيئة المناقصات وبما يخضعها لقانون المحاسبة العمومية. رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية بول مرقس تحدث لإذاعتنا عن الثغر في خطة الكهرباء والتعديلات المطلوبة في القانون 288. ما بعرف شو عم بينحكى تحديدا من قبل الافرقاء السياسيين، لكن بيلفت بالقانون 288 وبمشروع التعديل انه اساسا الماده الثانيه من هالقانون تولي وزاره الطاقه صلاحيات مشاريع معامل انتاج الطاقه، وبيقول لك النص السابق والحالي بعد فتره زمنيه. اليوم الماده 89 من الدستور بتقول لك ما بيجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد إلا بموجب قانون ولزمن محدود. هون الزمن منه محدد، شبه مفتوح، ما في مهلة محددة. المسألة الثانية وهودي ممكن ينراح فيهم للمجلس السوري بعدين بطعم إن كان من 10 نواب أو أحد المرجعيات المولجة تقديم طعم، كمان في إيلاء لوزارة الطاقة موضوع طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل. هذه أمور بيتخطوا فيها إدارة المناقصات من طريق وضع دفتر شروط خاص تعده الوزارة. والأمر الثالث والأخير كمان، اليوم في سؤال حول ليش ما صار في تفعيل لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنصوص عليها أساسا بالقانون 462 صادر سنة 2002 رغم تحفظاتنا بالمطلق على الهيئات الناظمة لأسباب مبدئية. هل قانون أو هالتعديل الجديد كمان المطروح سواء هيداك أو هيدا خصوصا باللي مطروح في نقطة مضيئة بمطرح معين كمان، وربما من المحاسن أنه المشروع بيخضع عملية مناقصة اللي بدأ تجريها هيئة إدارة المناقصات لقانون المحاسبة العمومية بحيث تكون تحت رقابته، بينما النص الحالي للقانون 280 على 2014 تستثني بمراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية، وكانت تترك الأمر في يد وزارة الطاقة فقط لتقرر وفق ما تراه. يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية بعد ظهر اليوم في السرايا الكبير، وهو لن يتطرق إلى تعيين نواب حاكم المصرف المركزي بسبب عدم التوافق على سائر الأسماء المرشحة، لكن ثم تبنت في جدول الأعمال قد يثير نقاشا، وهو يتعلق بطلب وزير الاتصالات محمد شقير في البند 26 الموافقة على إلغاء 60 دقيقة المجانية المعطاة للمشتركين في الخطوط الخلوية اللاحقة الدفع، علما بأن تلك الدقائق المجانية كان مجلس الوزراء قد أقرها في العام 2014 بالتوازي مع خفض سعر الدقيقة للخطوط المسبقة الدفع. أكد وزير العدل البر سرحان أن إصلاح القضاء عملية مستمرة، كاشفا أن مجلس الوزراء سيعين 4 قضاة في سلة واحدة بينهم رئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي، على أن يوضع بعدها مشروع تشكيلات قضائية على النار في الصيف المقبل. ولفت إلى أن السبب الرئيسي لعدم إعداد المناقلات حاليا هو عدم عرقلة العمل القضائي، لأن السنة القضائية الحالية لا تزال سارية.
وزيرة الداخلية ريا الحسن وصفت في حديث إلى صحيفة الجمهورية ادعاء القاضي بيتر جيرمانوس على شعبة المعلومات بالخطأ الكبير، وسألت كيف يدعي من موقعه كأبن دولة على شعبة معلومات في دولته، وأكدت الحسن الوقوف مع شعبة المعلومات حتى النهاية مشددة على رفضها أي تعرض لها وأن تصبح المسألة كيدية، مؤكدة ألا غطاء على أحد. رئيس اليونان في لبنان بعد الفاصل. ايه ويها عروستنا اقوى كونكسيون، ايه ويها جوزة عنده اكتر من 150 محطة تلفزيون، ايه ويها بتعمل داونلود وبتحضر احلى فيلم اكسيون، ايه ويها ما عم صدق ملا بروسيون. انترنت 100 جيجا اوبن سبيد واكثر من 150 محطه تي في ب $35 بس. اتصل هلا على 1282 واشترك باقوى عرض من اي دي ام وكيبل فيجن. تطبق الشروط والاحكام. يزور لبنان اليوم رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ميشيل عون، يجري في خلالها محادثات تتناول العلاقات اللبنانية اليونانية وسبل تطويرها في المجالات كافة. الرئيس اليوناني أكد عشية الزيارة استعدادا دائما للدفاع عن حق لبنان والشعب اللبناني في العيش في بلده مع ضمان سلامته الإقليمية وسيادته الوطنية. وفي المعلومات أن الرئيس اليوناني يحمل دعوة إلى رئيس الجمهورية إلى الاجتماع المنتظر بين رؤساء اليونان وقبرص ولبنان، ترجمة لما تم التوصل إليه في اجتماع وزراء الخارجية للدول الثلاث أمس. وفي وزارة الخارجية انعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية لبنان واليونان وقبرص، بحث في مجالات التعاون وموضوع النفط والغاز، وتناول الوزير جبران باسيل في مؤتمر صحفي مشترك ملف النزوح. وعدونا بدعوتنا لشرح القضية على المستوى الأوروبي، نحن سائرين حتما باتجاه إقناع أوروبا وكل المجتمع الدولي بتغيير السياسة المعتمدة تجاه النازحين في لبنان، ويجب علينا كلبنانيين أن نسرع إلى التفاهم السريع باعتماد ورقة سياسة حكومية تسبق أي اصطفاف دولي أو أوروبا مع سياستنا بموضوع النزوح. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل دعا من بروكسل الاتحاد الأوروبي إلى أن يقود محاولات جدية لإيجاد حلول حقيقية لملف النازحين مع اللاعبين الأساسيين في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يقوم وفد من الاتحاد بزيارة بيروت ومناقشة الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين. الجميل وفي خلال كلمة ألقاها في الجمعية العمومية لحزب الشعب الأوروبي أكد أن اللاجئين السوريين إلى لبنان باتوا يشكلون حوالي نصف سكان البلد بعدما تخطى عددهم 1.5 مليون، ما يشكل خطرا وجوديا على لبنان إضافة إلى الخطرين الاقتصادي والاجتماعي. أصدر حزب الكتائب توصيات المؤتمر 31 الذي انعقد في شباط الماضي في شقيها السياسي والإداري. رنا ريش عيد والتفاصيل. أصدر حزب الكتائب اللبنانية توصيات المؤتمر 31 الذي انعقد في 15، 16 و17 شباط الماضي في مجمع البيال في الشقين السياسي والإداري. وقد تلا نص البيان نائب رئيس الحزب دكتور سليم صايغ محاطا بالأمين العام نزار نجاريان ونائب رئيس الحزب جوزيف أبو خليل وأعضاء المكتب السياسي. وقد أعادت التوصيات التأكيد على ثوابت الحزب وخياراته الوطنية استنادا إلى المراجعة الشاملة التي جرت في المؤتمر بناء على كلام رئيس الحزب وتقرير الأمين العام والتقرير المالي والتقارير الواردة من الأقاليم والمجالس والندوات والمصالح والمناطق الاغترابية، وبعد مراجعة شاملة لحال البلاد والمنطقة. بات السلاح غير الشرعي مسؤولاً عن نقض العدالة وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين وتقويض الحرية، وهو سلاح ميليشيا لا لزوم له أبداً خارج إطار الدولة اللبنانية. أما حجة الدفاع عن لبنان بوجه العدو الإسرائيلي فهي قد سقطت نهائياً بعد التدخل في سوريا والعراق والمغرب واليمن، وبعد قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا بمواجهة كل أنواع الاعتداء. ويدحض المؤتمر مقولة أن التضامن مع السلاح والرهان عليه هما الطريقة الفضلى لتحقيق الشراكة، إذ لا شراكة عندما تكون مشروطة بالتخلي عن السيادة والاستقلال
وكأن الشراكة والمشاركة تسقطان بسقوط السلاح أو انتهاء دعمه المفترض. فبات النزوح السوري إلى لبنان يشكل التحدي الكياني السابع. لذلك يوصي المؤتمر بتشكيل لجنة وطنية لبنانية توحد الموقف الداخلي حول مسألة النازحين، وتكون مهمتها متابعة هذه القضية مع كل عواصم العالم شرقا وغربا، ودعوة مجلس الأمن إلى المبادرة وخلق مناطق آمنة في سوريا في ظل حماية دولية لتسهيل العودة المرحلية والممنهجة وتطبيق القوانين اللبنانية بالنسبة لعمل النازحين واللاجئين في لبنان حسب القطاعات المسموح لهم بالعمل. يوصي المؤتمر رئيس الحزب والمكتب السياسي بوضع خارطة طريق إنقاذية للبنان انطلاقا من المعارضة الوطنية، تمهيدا لطرح بديل جدي في المستقبل، لأن في ذلك أمل حقيقي للبنان واللبنانيين. البيان اختتم بتوصية الرئيس والمكتب السياسي بوضع خريطة طريق إنقاذية للبنان انطلاقا من المعارضة الوطنية وتمهيدا لطرح بديل جدي في المستقبل، لأن في ذلك أملا حقيقيا للبنان وللبنانيين. من بيت الكتائب المركزي في الصيفة، رنا ريشة عيد، صوت لبنان. في تطور جديد، كشف وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ أن خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله حقيقي، مشيرا إلى أن إيران قد تلجأ إلى وضع أنظمة صواريخها داخل لبنان وسيجد الإسرائيليون أنفسهم مضطرين للرد. وأعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل زيادة الضغط على إيران. بالتوازي، دان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تصنيف أمريكا الحرس الثوري إرهابياً، معلناً الوقوف إلى جانبه. وفي موقف تصعيدي من العقوبات الأمريكية، حذر نصر الله من أن أي عمل تقوم به أمريكا لا يمكن أن يمر من دون رد فعل وأن يكون رداً قوياً. كلام نصر الله جاء لمناسبة أحياء يوم الجريح المقاوم. نحن ما زلنا نتعاطى أن ما يقوم به الأمريكي هو رد فعل على خيبته، على هزيمته، وهو يلجأ إلى هذه الإجراءات لمواجهتنا ولإضعافنا. لكن نحن يدنا مفتوحة وخياراتنا مفتوحة، وعندما يحتاج الإجراء إلى رد فعل سيكون هناك رد فعل مناسب قطعا وحتما. وهنا أتحدث عن كل الساحات التي تتصور أمريكا أنها تستطيع أن تستبيحها، وأقوله لكل الذين يراهنون على الإجراءات الأمريكية، أن بين اللائحة ستطول والأمور مكملة، لوائح إرهاب، عقوبات، هناك أيضا تهويل حتى في لبنان على بعض أصدقائنا وعلى بعض حلفائنا. لكن ببعض الإعلام اللبناني في تكبير لهذا الموضوع، ويشعر الإنسان أحيانا أن هناك لبنانيين في واشنطن. في كل أحوال يجب أن يعرف اللبنانيون أنهم مصلحتهم هي في التعاون، في التواصل، وعدم الاستجابة لكل هذا التحريض الأمريكي. وفي واشنطن عجقة زوار لبنانيين لمتابعة الأوضاع النقدية وملف العقوبات الأمريكية، بينهم نائب رئيس الحكومة غسان حصباني ووزيرا الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والشؤون الاجتماعية ريشار كيوم جيان. في وقت يعقد الوفد النيابي المؤلف من النائبين ياسين جابر وإبراهيم كنعان اليوم لقاءات في وزارة الخزانة تتصل بصورة خاصة بموضوع العقوبات، وسط إقرار باتجاه السياسة الأمريكية إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران وحزب الله. أعلنت بلدية كفر ذبيان في منشور على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك أنه تم اختطاف ابن البلدة شربل توني عائي في نيجيريا إثر كمين مسلح وإصابة رفيقه، وأشارت إلى أن رئيس البلدية يقوم باتصالات على أعلى المستويات لمتابعة الملف عن كثب. في السودان، وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات على حكم الرئيس السوداني عمر البشير، دخلت مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة السودانية وطالبت بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان وصفته بالمهم وأفيد بوقوع انقلاب عسكري في البلاد.
وشهد محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون تعزيزات مكثفة في أم درمان، وأفادت مصادر بأن مدرعات انتشرت في محيط القصر الرئاسي ومنعت الدخول والخروج منه، وفي حين لفتت مصادر إلى أن الجيش السوداني قرر إقالة الرئيس عمر البشير من جميع مناصبه وإقالة نوابه ومساعديه وحكومته. أكدت قناة العربية تنحي البشير، وأشارت مصادر صحفية إلى أن البشير وضع تحت الإقامة الجبرية، هذا وأغلق مطار الخرطوم. الصفحة الرياضية مع نجيب قاعي. صباح الخير. البداية اليوم رح بتكون مع كرة القدم العالمية، مع مباراة تشامبيونز ليج اللي كانت عم تصير بارح المساء. برشلونة بيقدر انه يتغلب على مانشستر يونايتد بانجلترا بنتيجة 1-0، وبالتالي في عنده أمل كبير بتأهل لدور النصفين من بعد المباراة اللي رح بتصير بعد أسبوعين على أرضه، بالوقت اللي أياكس أمستردام بيتعادل على أرضه مع يوفنتوس تورينو 1-1. اليوم رح بنكون مع مباريات الذهاب بالأوروبا ليج، في عنا 4 مباريات: فيا ريال فالنسيا، بنفيكا انتر فرانكفورت، أرسنال نابولي، وسلافيا براغ بمواجهة تشيلسي. منتابع مع كرة السلة الأمريكية مع انتصارات لأوكلاهوما على ميلوكي، منفس على جولدن ستيت، ديترويت على نيويورك، بروكلين على ميامي، سان أنطونيو على دالاس، إنديانا على أتلانتا، فيلادلفيا على شيكاغو، أورلاندو على شارلوت، دنفر على مينيسوتا، وبورتلاند على ساكرامنتو. أما بكأس أنطوان شويري، فامبارح كنا مع فوز كبير لفريق الرياضي بيروت على فريق أطلس بفارق 71 نقطة 125-54، وهو رحل بالمباراة النهائية مع فريق ماتمان اللي تغلب بتين مباراة بالدور النصف النهائي على المتحد بفارق 44 نقطة 114-70. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الجبال، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات. كان في هذه النشرة جلسة المساءلة بين أهل البيت والحريري يستحضر أزمة اليونان. خوفي أنه نحن نوصل بمكان ما مثل ما صار باليونان. حزب الكتائب يحدد في توصيات مؤتمره العام التحديات في السلع غير الشرعي وأزمة النزوح، ويدعو انطلاقا من المعارضة الوطنية. يوصي المؤتمر رئيس الحزب والمكتب السياسي بوضع خارطة طريق إنقاذية للبنان. الكهرباء في ضوء طلب تعديل القانون 288، وبول مرقص لصوت لبنان يتخوف. في إيلاء لوزارة الطاقة موضوع طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل، هذه أمور بيتخطوا فيها إدارة المناقصات. بومبيو: خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله حقيقي، ونصر الله يتهم. في تكبير لهذا الموضوع، ويشعر الإنسان أحياناً أن هناك لبنانيين في واشنطن يعملون في هذا الاتجاه. انقلاب عسكري في السودان ومصير البشير غير واضح. ختام النشرة من صوت لبنان.